كيف يستطيع عبد الملك الحوثي أو أخيه حسين أن يقنع الناس أن يكونوا معهم بهذا السخاء، أن يقدم الواحد ابنه ثم يذهب بالابن الثاني والثالث والرابع؟ كيف؟ لكنهم أيضا استفادوا من أشياء أخرى. القبائل هذه التي تقاتل معهم لا تقاتل معهم على أساس أن يحكموهم، هي قبائل أيضا لديها مصالحها ولديها تناقضاتها، وبالتالي هذه التناقضات كانوا أكثر قدرة بناء على إرث تاريخي كبير لديهم وفشل ذريع لدى القيادات السياسية الموجودة في صنعاء التي تحكم في فهم التاريخ. كان انحياز أولاد الشيخ عبد الله الأحمر إلى التغيير إلى الشيخ حاشد إلى الإخوان 11 فبراير هي القشة التي قسمت ظهر البعير، لأنه حاشد لم تكن مع هذا التغيير، وحاشد ليست في إطار هذا، وكان هذا خطأ فادح لأولاد الأحمر، إضافة إلى ما تتحدث عنه من شعور كثير من القبائل ومنها بكيل بمظلومية خلال الأربعين سنة عقب الثورة اليمنية.